ست الحاجات علاش كتقلب تمشي تاكل السكر والسكريات. اول حاجه ما كتنعش مزيان، ثاني حاجه كتحس براسك عيان النهار كله، ثالث حاجه ما كتاكلش بواحد الطريقه متوازنه، رابع حاجه اللي ما كنفكروش بها بزاف الماء، ما كتشربش الماء كافي. واحد الحاجه اللي كيسحبنا هي اللي عادي ضعفنا، وهي ان كنبقاو من راسنا ما ناكلش هادي ما ناكلش هادي ما ناكلش هادي، داكشي بيدو اي كري دو لونسيتي، وكيعطيك الكانه تبقى تاخذ سكريات باش تكلمي داك لونسيتي اللي كتحس بها. اذا ملي تكونوا مشاهيين شي حاجه قيسوا منا، ولكن ماشي تغرقوا فيها. بلي شحال المرات سو سون لي زيموسيون وداك الحاله النفسيه اللي كنعيشوا هي اللي كتسرد لنا باش نمشيو نقلبوا على السكريات. انا من الناس اللي ملي كنكون لو مورال سافا با جو شيرش لو سكر، اي جو بو فو اسوري بلي هي اون اديكسيون لي اون بو لا تريتي. سكو جو في نورمالمون انا سي كو ملي كنكون كنعمل لي زاشا ديالي وخا نكون مشاهيه الحاجه جيفيت نشريها، دو فاصون كو ملي كتجيني داك لونفي في الدار كنجبر راسي بلي ما عندي والو في الدار، حيت جينيرالمون كتجي في الليل ولا في واحد الساعه اللي ما تخرجش فيها.